أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض مقبلات بتشهي اللي هي محمرة الباذنجان بالبندورة. مقبلات كتير طيبة زاكية بتشهي غريبة وبتقدر تقعد معنا بالتلاجة لمدة أسبوع بدون ما يصير لها إشي. وصدقوني كل ما قعدت في التلاجة كل ما تغلل غلو المكونات وصارت طعمتها أطيب. خلينا نشوف كيف نعملها مع بعض، بس قبل لا تنسوا تتكرموا علينا باللايك والشير والسبسكرايب وأهم شيء الجرس عشان يوصلكم الفيديو اللي بنزله في تلك ذات اللحظة وما تضيعوش عليكم ولا فيديو. هنشوف كيف نعملها مع بعض، يلا بينا. مقاديرنا اليوم موجودة على الشاشة وتقدروا كمان تشوفوها بصندوق الوصف، بس عشان تنجح معكم الوصفة تقيدوا بالمقادير واكتبوا لي كومنتاتكم بس تنجح معكم الوصفة. لا تنسوا تعملوا شير واللايك وسبسكرايب إذا بدكم ننجح مع بعض وبدكم وصفاتي تطلع لكل العالم والناس تشوفها، وانتو كمان تكونوا أخذتوا ثواب إنكم نشرتوا هالوصفات. اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. كمان وصفاتي بتلاقوهن على جميع صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. هنشوف كيف نعمل الوصفة ويلا بينا. أكلتنا اليوم كتير سهلة، مجرد في عنا بصلة مفرومة أو بصلتين صغار متوسطين، نفرمهم ناعم ونحط عليهم نتفة ملح ونحطهم في طنجرة بدون زيت. ليش بدون زيت؟ لأنه مكوناتنا الثانية القادمة رح يكون فيها قلي ومقلية وفيها زيت، فإحنا بنخفف زيت قد ما فينا. عشان هيك بنقلب البصل على نار ضعيفة مع نتفة ملح عشان يبدي يدبل وتنزل ميته ويصير لونه شفاف. في نص المرحلة منضيف التوم اللي عنا اللي أنا مقسمها شقف، مش فارم أو فارم، زاكي كتير تكون شقف تعطي طعمة وإحنا بناكلها. شايفين كيف الوصل وصل لمرحلة إنه دبل وصار شفاف ونشفت ميته؟ هلأ بضيف عليه دبس الفليفلة والشطة كاتشب ورب البندورة، بضيفهم كلهم مع بعض وبحرك كتير منيح. بدي هدول المكونات الحمر يتقلوا كتير منيح على نار ضعيفة عشان كل ما قليناهن كل ما ظهرت طعمتهن، كل ما أعطوا طعمة أطيب، كل ما سخنوا وأطلقوا كل المكونات اللي فيهن والروائح. بضيف فلفل أسود شوي، بضيف بابريكا مدخنة حلوة بتقدر تحطوا حارة، بتقدر تحطوا أي إشي بيحرق، فلفل أخضر بيحرق اللي بدكن إياه، وهاي الأكلة بالبقلها كتير اللي بيحرق، لكن زي ما أنتوا عارفين أنا بتجنب في طبخي الأشياء اللي بتحرق. بعد ما قلبناها لمدة 5 دقايق بضيف عندي البندورة المقشرة والمقطعة كتير صغير. ليش كتير صغير؟ عشان بدي إياها تنطبخ مع المكونات وتستوي بنفس الدرجة معهم. بضلني أقلب في المكونات وما بدي أترك إيدي لأنه البندورة والرب البندورة وكل هاي المكونات ممكن تنحرق بسرعة، فإحنا على نار ضعيفة أو متوسطة منضلنا نقلب فيهم لمدة 5 دقايق، بعدين منضيف شوية مي مغلية. المي المغلية منضيفها على مراحل وشوي شوي. ليه؟ نضل نضيف ونحرك لنشوف السماكة والكثافة تبعت الصوص، لأنه إذا حطينا كتير بدنا وقت كتير لتتبخر المية وترجع لكثافتها. هلأ أنا عندي باذنجان مقطع ومقشر ومقلي ومصفى من الزيت قد ما فيكم، بضيفه على الخليط بحركه كتير منيح، وإذا شفتوه شوي الخليط كثيف منضيف عليه شوية مي. ليه؟ عشان بدي أطبخهم شوي، فبدهم مجال يتحركوا وبدهم مي تطبخهم، بدي الباذنجان يستوي والبصل يستوي والتومة تستوي، فكلهم بدي اياهم يستوي وبدي يتغلغلوا مع بعض، مش تضل الباذنجان لحال والبصل لحال والتومة لحال. بغطيهم كتير منيح وبتركهم على نار ضعيفة يغلوا لمدة ربع ساعة نص ساعة، انتوا عاوة ما بتشوفوه، ترفعوا الغطاء وبتحركوا كتير منيح. أهم شيء نحركهم كل فين وفين عشان نتأكد إنه ما انحرقوا وما لزقت البندورة بالقاع والباذنجان كذلك، لأنه إذا لزقوا وانحرقوا الأكلة بتصفي مش زاكية. شايفين كيف الفقاعات تقيلة وجامدة؟ هلأ لما تبرد بتجمد أكتر، بدنا يكون المكونات الصلبة أكتر من السائلة، بنتركها لتبرد وبنصبها بصحون أو بكونتينرات ونحطها بالتلاجة، بتصفي مقبلات كتير طيبة.
تقدروا بعد ما تبرد تحطوا على وجهها جوز، ترشوها بجوز، بسنوبر، بلوز، اللي انتو بدكن اياه. طيبة جدا، مقبلات لعشاق البتنجان والبندورة، اشي خيلة لازم تجربوها، اكلة بتشهي. وقولكن كمان اشي زاكي، اذا عملتوها افطروا منها وقلوا جنبها بيضتين، يا لطيف ما اطيبها، اشي بشهي. لازم تجربوها وتقولولي كيف بتطلع معكم. مقبلات طيبة خفيفة باردة بتشهي وبتقعد معنا، وبنقدر نعملها قبل بيومين ثلاثة للعزائم إذا كان في عنا عزائم. هيك وصفتنا بتكون خلصت، بتمنى تعملوها وتقولولي كيف طلعت معكم. طيبة خفيفة، التومة والبصل فيها بشهوا، ولازم تجربوها زي ما قلنا. وريتكم صحتين وعافية، وبشوفكم فيديو جديد. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير، تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصلوا لأكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بيستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وأشوفكم بفيديو جديد.